أهلا وسهلا، تفضلوا. بشو بقدر ساعدكم؟ سافاش، بعتقد السيد نديم. نحن بدنا نحكي مع السيد نديم. إيه أنا السيد نديم، تفضلوا. بتوقع أنك ما بتعرفي تيكين. بصراحة شوف، إذا ما أنك مصدق لك كوتا للتجارة الخارجية نديم يلماز. أي نفس الشخص. بس أنا شفت مبارح صورة حدا تاني هون، كانت صورة سافاش. أنا متأكدة، والله ما عم بكذب. والله شلون؟ أي لا خلص اسكتي بقى، ما عاد تحكي. تيكين، ألو؟ راحوا يا باشا، مشي الحال. وياسمين أخذت مكافأة كمان. أي سألت عنك بس ما قالت اسمها. عمرها بحدود 30 وكتير معصمصة ونحيفة وعيونها خضر وحلوين كمان. أي بس قالت مفاجأة وحسيت إنك بتكرهها، فقلت لحالي لازم خبرك. استنى بس يا تيكي. تفضلتي؟ لا اسمه ولا هو كمان. لو سمحت بس اسمع. لو إجا علي شو كنت رح تقولي؟ يعني كان رح يصدقك؟ أملي الأخير رح أعطيه هالشي. 17 سنة كتبت بهاد 17 سنة سطر سطر كاتبتن، بدي يقرأن إذا ما قدر يسمعني. هالدفتر ما رح يرجع يبين أبداً آيلا. كنت عم خوفكن. ليك انت فكرتني نسيت، بس هذا الشيء خطير عن جد. انت كنت هون مبارح عم تغني وكان مبين انك عم تحكي عن بنت، صح حكي ولا لا؟ عن جد؟ اي هديك البنت مو بعد بس مين؟ عم تتخيل يعني؟ ولك طلعت مع الغنية بس. مين يعني؟ ولا يهمكن، خلص سكروا على الموضوع ولا عاد تفتحوا معي. خلص ما تزعل علي، ليك أنا ما عندي شي بنوب، لا هم ولا غم، ناطر الطالبات المستجدات. أنت وكيت أبتون؟ هاي حالة مختلفة، هاي الحب الوحيد، هي معجزة القرن. جديد جديد، انتظرونا بالعلاقة الأقوى والأحلى. خلص وال... وجوز مو هيك بس، وبعدين شو رح نساوي لبعدي؟ هي قضت علينا. يا الله خلص لا تسألي، أنا طول عمري بقدم خدمات للناس وما صار معي مشاكل أبداً مثل هاي المشكلة. هاي مهووسة مشاكل مثل إيفرست بالضبط، عن جد لازم الواحد يخاف منها. في سؤال صغير بدي أسألك يا، أنتو كتير قريبين مو؟ يعني كيف بدي أقلك، أنا عم غار شوي، ما بصير إنه تضلوا مع بعض على طول؟ رح خليه يعمل شي خطير. شو؟ بتشوفه شو رح يعمل. مين هاد؟ كتير عم شوفه هالفترة. يا عمري عن جد كتير حبيتها. هاي هي الرومانسية، اطلع عليهم وركز مزبوط. هلأ الصندوق رح ينفجر حب. يعني؟ يعني رح قلها كيف. بس ينفتح الغطا ببين شو في بالصندوق، وبكل قطعة منه مفاجأة مختلفة، عطر، ورد، وأكيد شوكولا، وكلمة بحبك بمئة لغة، وكتير كتير صور. هاي الصور بوقت ما كانت البنت موجودة، إنه بهديك اللحظات كان عم يدور على الشخص المناسب، يعني كل هديك الأوقات كانت ناقصة بدونها. خلص خلصنا رومانسية، ما عاد فيني اتحمل كل هذا الحكي يا. ليك وفي شيء أساسي ما فيك تستغني عنه بنوم، وردة زرقاء عن جد هي أساسية. وردة زرقاء؟ إيه؟ مانا حقيقية،
هنن بيصبغوها. ايه وفي كمان شغلة، الأوراق المكتوبة وفيها معنى، مثلاً يعني ليش اشترى الوردة؟ وهيك تفاصيل حلوة. وعلى طول هيك كل الصناديق بتكون بتشبه بعضها. هي وكلهم بيفتحوهم بنفس الطريقة قدام العالم، حفظناها للقصة يعني. تماماً. طيب، إمتى بيجهز هذا الصندوق؟ أنت بس تطلبه بيكون جاهز خلال ساعة بالكتير، بس مو على أساس سكرت الموضوع. بتشكرك كتير. ايه ماما حبيبتي، احكي احكي عم اسمعك. ايه ولا يهمك، تصرفي براحتك. هاتي جزدان وليك. لك شو عم هاتي جزدان عمل لك. شو عم تعمل؟ تركي من ايدك. عمل لك هاتي جزدان. هاتي جزدان عمل لك. هاتي لهون. هس ولا حرك. ما بدي اسمع صوتك. تركي تركي امي. تركي وليك. تركي من ايدك. تركي عمل لك. ولك يا واطي. بعدها ورا ولك. ولك بعد. لك فلت ايدك ولك. الله يربيك. مين بدك تقتل انت ها؟ روح. بعد من هون ولك. لك هاتي جزدان وليك. انت منيحة؟ منيحة انت؟ يلا يلا هربوا هربوا. مو ملاحظين انه سينام مختفي؟ هو ما قال انه بده يروح يعمل صندوق الحب؟ ايه مو على اساس رح ياخذ الموضوع ساعة؟ وين هربانين ولا؟ تعوا لهون يا كلاب. شو عم بصير؟ كأنه صاير مشكلة هني. انت منيحة؟ ايه انا منيحة. انت منيح؟ منيح. صار لك شيء؟ لا بس راحت الشنطة. لك مو مهمة الشنطة. نسيتي موبايلك. ومنيح انك نسيتيه. قلت لحقك قبل ما تبعتي. شكرا. أنسي. أنسي انت بخير؟ أنسي انت منيحة؟ شو صار؟ زعران حاولوا يسرقوا لاسا ايلا. اكلوا اللي فيه نصيب. يا الله. قليلي انت عن جد منيحة؟ ايه منيحة، لا تخاف علي. بابا انا منيح والله وكبرت. بعجبك وقت الجد. بتحبي نتصل بالاسعاف لنطمن؟ لا انا منيحة، ما في داعي. حكينا الصبح منلتقي مع بعض احسن. شفتوا شو صار معنا؟ بسيطة. طيب يلا انتوا روحوا على المدرسة. هلأ مغفر وإفادة وسين وجيم بتعرفوا. يلا بلحقكم بعدين. سلامتك أنسة أيلا. الله يسلمك. سلامتك أنسة. الله يسلمك. سلامتك. باي. باي. منيح اللي كنت موجود. برافو عليك. بطل. شو يلي صار؟ علوشة. تعرف بيشبهك بكتير شغلات. طالع مثلك. بوجوده ما بيخلي حدا يقرب على اللي بيحبهم أو على اللي كان يحبهم.